سلام حبوباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. اليوم وجدت واحد الوصفه للفطور وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هي عباره على كريب مالح، يعني بحشوه مالحه. هاد الحشوه فيها البيشاميل والدجاج، كتجي بنينه وكيجيو هاد لي كريب مقرمشين لاننا كنطنيوهم في البيض و لا شابلور، ومن بعد كنعملهم في نطيبهم في الفران، ما كنقليهمش باش كيكونوا ناشفين. نتمنى تنال اعجابكم هاد الاكله او هاد الوصفه، فبقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تعرفوا المكونات وطريقه عمل هاد الكريب. اول حاجه غادي نقوم بها هي انني غادي ناخذ صدر ديال الدجاج، غادي نقطعو المقدار اللي بغيت. انا خديت نص ديال صدر ديال الدجاجه، غنقطعو شرائح رقيقه او مكعبات صغار. من بعد ما نكون غسلته مزيان ونخليه على جنب، وفي مقلات غناخذ بصله مشلده، جوج معالق كبار ديال الربيع يعني القزبر والمعدنوس، ونعمل معاهم التوابل ملح، ابزار، كركم او الخرقوم البلدي، وسكنجبير. وغادي نضيف ايضا قليل من الزيت اللي غادي تشحر فيه ديك البصلة. غادي نضيف واحد نص كاس او لا حتى الكاس ديال الماء على هديك البصلة، ونخليها تشحر مزيان باش ما تلصقش لينا. وغادي نخليها حتى تدبل شويش هديك البصلة، ومن بعد عاد غادي نضيف عليها القطع ديال الدجاج ديالنا. ملي تشحر لينا البصله مزيان نضيف عليها المكعبات ديال الدجاج اللي عندي، ونخليه حتى يغلى مزيان ويطيب دوك المكعبات ديال الدجاج. الا بان ليا ان مازال خاص شويه الماء، غادي نزيدو المقدار اللي يطيبو فيه دوك المكعبات ديال الدجاج مزيان. انا هنا كنطيب وفي نفس الوقت كنملي على بنتي الاملاء. تما في المقلات راني زدت حتى جوج ورقات ديال سيدنا موسى باش يتنسم لينا داك الدجاج.
غنبقاو مره نحركوه باش ما يلصقش في المقلات، ونخليوه حتى يشرب مزيان وما يبقاش فيه الماء، ونخليوه على جنب بينما كملنا التحضيرات ديال الحشو ديال هاد الكريب. ودابا غادي نصاوب البيشاميل كما كلشي الناس كيعرفوها، يعني اغلبيه النساء راه كيعرفوا يعدلوا البيشاميل. في كاسرونه غادي ناخد 4 المعالق ديال الزبده، لاني غادي نستعمل اطرو ديال الحليب. غناخد 4 المعالق ديال الزبده نذوبهم، ونضيف ليهم 4 المعالق ديال الدقيق، ونحركهم مزيان حتى يطيب هذاك الدقيق في ديك الزبيده. هنا الوالده حدايا كطيب بطيبيطات صغار وما باغاش تبان كالعاده. غنحركو مزيان الزبده مع الدقيق حتى تندمج، ونحاول انها ما تلصقش وما تكور وما تكورش ليا باش يجيني البيشاميل ناجح. حركها مزيان، ومن بعد غادي نضيف اطرو ديال الحليب. طبعا غادي نضيفه تدريجيا باش ما يتكوروش لينا حبيبات في هذا البيشاميل. فكنضيف نصف الاطر الاول ونبقى نستمر في التحريك، عاد نضيف نصف الاخر مع الاستمرار في التحريك. ما خصنيش نوقف باش ما يلصقش ليا في الكاسخول. نحرك مزيان ونستمر في التحريك حتى يبدا يتقال لنا البيشاميل. ومن بعد غادي نضيف لهذا البيشاميل، غنضيف ليه الملح طبعا وشويه ديال الابزار. وانا صراحة البيشاميل كتعجبني فيه نسمة الجوزة، فغادي نحك فيه شوية ديال الجوزة. هنا كنعمل الابزار، نعمل مقدار نص معلقة ديال الابزار ونص معلقة ديال الملح. غنستمر في التحريك حتى يعقد ليا مزيان البيشاميل. انا بغيته في هذه الوصفه غادي نحتاج البيشاميل يكون شويه ثقيل باش نعرفوا انه صافي راه ولا مزيان. كناخذ شويه في الملعقه ونمرر صبعي، الى ما عاودش تجمع وبقى الخط اللي دوزت انا بصبعي بقى متراسي، يعني بقى الفراغ، يعني انه صافي راه وجد عندي البيشاميل وراه ناجح. الان غنزيد شويه ديال الجوزه كما قلت لكم، انا كتعجبني النسمه ديال الجوزه او المذاق ديال الجوزه في البيشاميل، كيجي رائع كتبنن البيشاميل. وباش يجي هاد البيشاميل يعني معلك
تزاد وبنة على بنة. أنا كنضيف ليه فرماج أصفر محكوك، أو لا ممكن تضيفوا الفرماج مثلثات حتى هو كيبنو. إلا متوفرش عندكم الفرماج الأحمر أو الأصفر، كل واحد شنو كيقولو، حنا كنقولو له هنا في الشمال كيسو دو بولا. وفي الأخير غادي نضيف دوك المكعبات ديال الدجاج اللي كنا شحرناهم من قبل، فغنضيفهم على البيشاميل ونخلط مزيان ونخليهم على جنب بما حضرنا الكريب. هذا هو القوام ديال البيشاميل. انا في هذه الوصفه غيخصني يكون بيشاميل شويش عاقد. دابا غادي نحضروا لي كريب. كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، نصف لتر حليب، جوج بيضات، ملعقه كبيره ديال الزبده ذائبه، وطبعا الملح والابزار. في الخلاط الكهربائي غادي نعمل الحليب ونضيف عليه الدقيق والبيض والملح والإبزار ونخلطهم مزيان. غير هو لي كريب ما كيبغيوش يضربوا مزيان بزاف، يعني وقت طويل في الخلاط الكهربائي، ماشي بحال البغرير. هما كنخلطوهم في الخلاط يعني وقت اقل من الوقت اللي كنخلطوا فيه البغرير. فكنخلطوا القياس اللي غادي ندمج فيه العناصر، ومن بعد غادي نزيد عليه الزبده الذائبه ونعاود نخلطوا واحد شويه بما ندمجت معاه الزبده، ونحبس يعني ما نخلطوش بزاف كيف ما كنخلط العجينه ديال البغرير. مباشرة غادي ندوز باش نطيب الكريب. فالطريقة راها معروفة، كناخد واحد الكمية ديال العجينة كنكبها في المقلاة الخاصة بالكريب او بالبغرير، هي اللي كنستعمل، وكنمررها مزيان على المقلاة، وطبعا كنطيبو من جوج ديال الجوانب. انا غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال العجين، ومن بعد نتلاقاو باش نعمرو هاد الكريب. والان غادي نعمر لي كريب ديالي من بعد ما بردات الحشو، وطبعا كملنا الطهي ديال جميع العجين ديال الكريب. فكنعمرو على شكل سيجار، يعني كندير الوسط وكنطويه على شكل سيجار
من بعد نبانيه في البيض ولا شابلور ونستفهم في اللاطة اللي غادي تدخل الخضار. وغنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية ديال الكريب كاملة اللي عندي. وهنا انا كملت التعمار ديال الكريب اللي عندي كامل، واستفتو في الطاوة اللي وضعت فيها الورق سلفيغيزي او لا ورق الفرن باش ما يلصقوش لينا الكريب ديالنا في الطاوة. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب مالحين او بحشوة مالحة، كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين، والحشو كتجي في الحقيقة بنينة بزاف. فما تتردوش انكم تجربوهم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتخليوا لي رأيكم في الخانة ديال التعاليق. وبالنسبة للناس الجداد وباقي ما اشتركوش معايا، فضلا وليس امرا كنتمنى انكم تشتركوا معي وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وإلى هنا كنقول لكم سلى الفيديو ديال اليوم، إلى الملتقى بإذن الله، مع السلامة.